استاذ سؤال الاستاذ استاذ ايوش شفتي شو حلو يا حلو انتبه شو صار بعتذر اخي شو صاير معك منيح اني لقيتك شو في شو القصه قل لي مو معقول هذا السخيف ما لقى يخبط غير بلاكشمي بتمنى ما يقول له شيء انا لازم اوقفه وفورا هداك الزلمه هنيك بس شو لازم ساوي لازم لاقي شيء طريقه قبل ما يفضحني هنيك وين هداك ليكو اهدى واحكي لي لانه ما عم افهم عليك روق واحكي وهدي اعصابك وبعدين احكي لي كل شيء عشان افهم عليك شو عم تحكي شو القصه قل لي مين لاحق ري 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 حريق شو هاد في حريق في حريق وين شو ما لحقت تخبرها صح؟ خسرت فرصتك منيح كان شي بسيط بس كيف شعلت النار فجأة هيك؟ ايه عن جد غريب عن جد ما في شي هون ممكن يخلي النار تشعل بهالمكان ما في ماس كهرباء أو شي تاني أبداً بعرف ما في بس على كل منيح منيح لي ما صار شيء هذا المهم بسيطة أيوش العامل سابو كان كتير خايف من شوي حتى هو كان بده يقول لي شيء بس شو سابو اي ما بعرف هو كان بده يقول لي شيء بس كان متوتر كتير وما عم يطلع معه الحكي لحظة معقولة في صلة بين اللي كان بده يقول لك يا سابو وهذا الحريق اختي معقول مثل شو ما عندي فكرة ابدا لك شو القصة شو ها؟ لا ما في شي بابا ما تشغل بالك حريق صغير ونحن طفينا فورا بس كنا محتارين كيف صار بس المهم ما حدا تأذى ايه كتير منيح بنتي صحي وينو ريش؟ المراسم رح تبلش رايح شوفه خالي رايح جيبه فورا ما تقلقوا هلأ بلاقي طيب تعي شالو يلا بحي منروح أنا وشالو مندور عليه يلا انت متأكد؟ ايه طبعا خالي يلا بنتي ليش تقيل هيك؟ كتير منيح وهي خلصنا منك لازم أرجع أكمل شغلي المراسم رح تبدأ لازم لحق أخلص هالمهمة قبل ما يصير عجقة أو يكتروا الناس كتير منيح إنه ما حدا تأذى من الحريق وكلكم بخير هلا ارتحت كنت كتير قلقاني عليكم وين ريشي؟ هو ليش ما أجا؟ لازم يكون هون قلت له يجي على الوقت ريشي ما رح يطول في وقت للمراسم ايه بس لازم يكون هون قبل ما نبدأ صح؟ أنا حروح شوفه ما تقلق روح شوفه يكون قريب من هون ايه إذا هيك ليش ما له مبين؟ هو بيعرف قديش المراسم مهمة بالنسبة إلنا ليش ما أجا لهلأ؟ شو اللي أخره؟ شو رأيكم أنتو؟ ما فينا نتجاهل المراسم لو شو ما صار رح يجي بس روقي بلكي ما اجى بوقت المراسم ساعتها شو رح نعمل بس انتي طولي بالك اسمعني اذا ما اجى ريشي على الوقت انت رح تساوي المراسم انا مثل ما عم اقول لك انت حتساويها خلصنا خالتي اهدي اهدي كلكم لازم تهدوا كمان لو سمحتوا روقوا واستمتعوا بالحفلة ما تقلقي أنا رايح دور عليه أكيد هو بشي مكان لوين بده يكون راق حروح جيبه وأحمله على ظهري وإجي لعندكم لا ما فيني ريشي كتير تقيل وما فيني أحمله أنا بقصد حروح جيبه بسرعة لهون
ما تقلقوا يا جماعة، دقايق وبكون ريشي معكم، اهدوا وانبسطوا بالحفلة. يلا أنا راجع. مين عم يتقلك؟ وين موبايلك؟ أخوك المدلل ما بيقدر يقعد بدونك، ها؟ إذا بيطلع بوشي بدي أقتله وخلص عليه، فهمت؟ صح ما عم يرد، بس على الأقل بعت لي رسالة. هذا بيعني إنه ريشي رح يرجع. ما عم صدق، المهم إنه بخير. تمام، ممتاز. هاي خلصنا منه. شو؟ أستاذ ريشي، احكي لي، عم تسمعني؟ مبسوط ولا لا؟ السهم رح يجي باتجاهك، رح يفوت بالمجسم وبصدرك ورح تحترقه سوا. ما في داعي للخوف، ما رح تحس بشي، رح تحترق فورا، يعني ما رح تلحق تعطس حتى. اتفقنا؟ ما بدي اياك تحس بالوجع، لهيك الأحسن إنك ما تفيق أبدا، عم تفهم؟ إذا فتحت عيونك ساعتها رح تلاقي حالك بنص النار ورح تجيك جلطة. أنا عم ساوي معروف معك، فهم؟ ريشي أوبيروي عدوي اللدود، نهايتك رح تكون على إيدي، رح أقتلك بطريقة مستحيل تخطر ببال أي إنسان، رح أحرقك أنت وهذا المجسم سوا، والأهم من هيك إنه يلي رح يقتلك رح يكون شخص من عيلتك أنت. مو مصدق شوف هاللحظة. جاهز يا حلو؟ أنا مضطر ودعك، ما فيني ضل هون. كثير رح ننبسط. ايه معك حق، منيح اللي عزمونا، اكيد رح نحطوا. لوين راح ريشي؟ المراسم قربت تبدا. عن جد كثير غريب انه بهاليوم اللي كثير مهم بالنسبه له يختفي بلا ما يخبر، مو بعته يعمل هيك؟ ريشي؟ تفضل. شو هاد؟ هدول التياب لإلك. اوه حلو، انت اشتريتيهم؟ هدول كانوا لبابا. شكرا. هدول الأواعي قيمتهم كبيرة. ايه جبت لك ياهن لتلبسهم بالمراسم. رح جربهم. ماشي. ساعدك؟ لا. ساعديني ألبسه. Thank you.